هديل، أبدأ معك بهذا الخبر الذي نشرناه الآن بخصوص وجود إصابات أو سقوط إصابات في صفوف قوات اليونيفيل في بلدة الضهيرة نتيجة قصف إسرائيلي على هذه البلدة. صحيح ريما، الغارات الإسرائيلية مستمرة منذ ساعات الصباح وطالت عدة بلدات على طول القطاعات بين من القطاع الشرقي حتى القطاع الغربي. نتحدث عن الغارة التي أو غارتين استهدفتا بلدة شبعة. الغارة الأولى كانت على دراجة، استهدفت دراجة وأسفرت عن شهيد وجريح كما ذكرت وزارة الصحة، وغارة استهدفت منزل أسفرت عن إصابتين. أيضا كان هناك غارة أخرى في عيت الشعب استهدفت منزلا، وأخيرا الغارة في الضهيرة. هذه الغارة التي أسفرت عن إصابات، لم يصدر بيان بعد من اليونيفيل حول هذه الإصابات، لكن هناك إصابة واحدة على الأقل بين كتيبة قوات اليونيفيل، هذه الكتيبة التابعة للقوة الغنية. ويبدو أنه أثناء تجول قوات الطوارئ تمت هذه الإصابة، وتحديدا كانت الغارة بين بلدة الضهيرة وطير حرفة. الضهيرة تعرضت يوم أمس أيضا لغارة أسفرت عن عدة إصابات. اليونيفيل سيصدر بالتأكيد بيان حول هذا الاستهداف. نشير إلى أن اليونيفيل في نهاية الشهر الجاري سيكون على موعد مع التمديد لولاية أخرى. رئيس الوزراء أو وزير الخارجية عفوا كان مؤخرا قد طالب مجلس الأمن بتجديد ولاية أخرى لقوات اليونيفيل في تأكيد على ضرورة وجود هذه القوات في الوقت الذي تتوتر فيه الأوضاع في البلدات الجنوبية وبحاجة إلى الاستقرار، على اعتبار أن هذه القوات من الممكن أن تقوم بدور أكبر في حفظ الاستقرار في البلدات الجنوبية. هذه الغارات تأتي سلسلة لغارات كانت يوم أمس أيضا دموية وعنيفة. معظم البلدات الجنوبية كانت قد طالتها الاستهدافات الإسرائيلية. نتحدث عن غارة على بلدات عيترون، عيت الشعب، أيضا كفر حمام، وأسفرت عن شهداء وإصابات. وكان هناك أيضا استهداف في صور أسفر عن شهيد كان قد نعاه حزب الله. نشير ريما إلى أن عدد الشهداء منذ مطلع آب حتى اليوم ارتفع إلى 45 شهيدا مع الشهداء المسجلين اليوم، من بينهم عناصر لحزب الله. أيضا هناك شهداء بين المدنيين واللاجئين السوريين، كان هناك 10 شهداء بين السوريين في الغارة التي كانت يوم أمس على بلدة الكفور. 10 مدنيين. كان المنسق شؤون الإنسانية للأمم المتحدة طالب بحماية المدنيين واستنكر هذا الاستهداف للمدنيين خاصة للاجئين السوريين والنازحين. تأتي هذه الاستهدافات ويقوم حزب الله بالرد عليها. حتى هذه اللحظة عملية واحدة أعلن عنها حزب الله، نعم، حيث استهدف موقع المرج. نعم، وسبع عمليات يوم أمس.